فنانين نعتز فيهم ومعنا ابن فناننا العريق حمد خليفة الصقر. الله يسلمك يا ابي. اسمك؟ صلاح حمد خليفة الصقر. والله انا صادفتك مره بالمطار الوالد السيد يوسف الرفاعي الوزير نعم. ايوه ولا انت رايح سلم عليك وكان معنا واحد من الرفاعيه. أيوة. فانت كنت رايح ناحيه الخليج. بسالك سؤال واحد، الاهازيج الكويتيه لها صله في الابتهالات الدينيه؟ يعني يشغلوا البحر ياهو. هو كلها ادعيه. الله. هم كلهم يعني يعتبرون ادعيه. وعليكم السلام ورحمه الله. يعني اوه يا مالك اوه يا الله. ايوه. يعني شيلات يعني حق هذول العمال اللي هم البحاره يشيلون خاصه بالتجاره يعني شيل وحط. تدري هذا يبي له شغل يبي له صح. واحد يحمسه وهذا يعتبر يعني نفس الشيلات يعني. حاليا يعني صح هي باختصار الكويتي سامري صوت وسامري في البحر. الله. كان عمنا سيد معسس احمد الرفاعي مدير الجمعيه الشارع النبط الله يرحمه بعد بالازهيريات واختنا ندى سيد الجمعيه الازهيريات مكمل حق الصوت مكمل حق الفن البحري كلهم هذول على اساس الازهيريات بالبدايه يعني. هو الفن البحري في عرضه بحريه وفي طبعا في عرضه بحريه وعرضه اللي يسمونها البريه هي يعني اللي برا البحر يعني. طلال السعيد وهذول اللي يسوون يعني الشغل البداوي يعني. الله انتوا الحين والدكم الله يرحمه قبره بعد يوم قبر الوالد كان اول يسوون الكويتيين سامري وعرضه في على المركب بالمحمل لا هذا اذا ردوا بس يعني عليال على البر عليال اي على البر. الله زين وكانت سامريهم بالليل شنو؟ بعد ما يخلصون من اللولو والغوص وال والله سامري اشكال والوان فيه. الله انتم كتابكم الف والدكم العم حمد خليفه الصقر الفتوا له كتاب؟ والله سووه راشد الحميدي سوى له كتاب ومركز الفنون والاداب هم سووا له كتاب. يعني تكلموا عنه يعني. هو منو جيله؟ خلينا نأرخهم. جيله كفنانين يعني؟ اي نفسه هو عبد الله الفضاله سعود العروي قبله يعني كان اخوي منيته يعني ياخذ ريشه العروي وصوت العلان. الله صوت منو؟ العلان مال البحرين اللي ينهب صح اي فالله اعطاه الاثنين يعني ويمكن احسن بعد ف جينا وايد عود دوخي هو عبد الله الفضاله مثل وياه بالاسطوانه وغنى وياه يعني اكثر وايد والجيماز بعد كل الجيماز طبعا هذول فنانين سعود الرباح وسعود هذول فنانين لقاعات محمود الكويتي عبد اللطيف الكويتي غنوا هالمول ولا اي طبعا هو الحين الشباب الحين الجيل الحالي والمستقبل يتوقعك استاذنا صلاح احمد خليفه الصقر انه يسعون الى هالشيء ولا راح والله الحمد لله يعني الكويت ولاده ما شاء الله صح. عندنا الفنانين الكويتيين الصغار يعني الحين كصوت وسامري وفنون بحريه ما شاء الله منو فيهم يعني اللي نذكرهم بالتاريخ؟ يعني العماري موجود يعني من الشباب